زوارنا الكرام، سوف نتعلم في هذا الفيديو كيف نملأ ملف التوجيه. بالنسبة للصفحة الأولى فهي خاصة بالإدارة، ننتقل للصفحة الثانية، نملأ هنا الاسم الشخصي مثلا هشام باللغة العربية ثم باللغة الفرنسية. بعدها نمر إلى الاسم العائلي العمراوي باللغة العربية ثم باللغة الفرنسية. وفي السطر الثالث، إذا كان تاريخ الميلاد هو 13 مارس 2000 فإن طريقة الملء تكون كما يلي: 13/03/2000 ثم مكان الإزدياد مثلا مدينة مراكش، الجنس الولد كذكر هشام، وإذا كانت أنثى نضع العلامة عليها. ثم نمر إلى السطر الرابع ونملأ، نكتب رقم البطاقة الوطنية للتعريف إن كانت لهذا التلميذ، ثم بعدها العنوان إذا كنت بالمدينة مثلا رقم 53 حي النهضة، وإذا كنت خارج المدينة دوار براهنة جماعة منسوبة كمثال. بالنسبة للرمز البريدي لمدينة الجديدة، الرمز العام هو 24000، المدينة الجديدة إذا كنت تقطن بها. بعد ذلك إجباريا وضروريا ملء الخانة المتعلقة بهاتف التلميذ، ثم الإيميل إذا كان موجودا hisham.elamrawi@gmail.com. ثم نمر إلى الاسم العائلي والشخصي للأب أو الوصي، العمراوي محمد مثالا، ثم هاتف الأب أو الأم أو ولي الأمر بشكل عام، ثم مهنة الأب مثال تاجر فلاح صانع أو موظف أو غير ذلك، ثم مهنة الأم موظفة بائعة تاجرة أم ربة بيت. بالنسبة للاختيارات هناك ثلاثة، الاختيار الأول الثاني والثالث. مثلا الأول عامل مؤهل في نجارة الألمنيوم والخشب، الاختيار الثاني مصلح مركبات السيارات، ثم الاختيار الثالث مثلا ميكانيكي عام متعدد الكفاءات. لكي تحدد اختياراتكم سوف نشاهد الفيديو التالي. مرتفقين الكرام، يوفر لكم مركز التأهيل المهني بمدينة الجديدة عدة تخصصات تنقسم حسب مستويين اثنينهما: مستوى التأهيل ومستوى التخصص. بالنسبة لمستوى التأهيل، توفر لكم مؤسستنا 8 تخصصات هي كالتالي: ميكانيكي عام متعدد الكفاءات، مصلح مركبات السيارات، مصلح الهيكلة والصباغة،
كهرباء الصيانة الصناعية. كهرباء الإنشاءات. عامل متعدد الكفاءات في التركيب المعدني. عامل مؤهل في نجارة الألمنيوم والخشب. عامل مؤهل في الفصالة والخياطة. أما بالنسبة لمستوى التخصص فتجدون 3 تخصصات هي كالتالي: نجارة الألمنيوم، كهرباء البناء، الحدادة الفنية. بعد تحديد اختياراتكم حسب المقطع السابق، نكمل ملء الملف. إذا كنت تتابع دراستك حاليا، أضع علامة في هذا المكان. أما إذا انقطعت عنها، نضع علامة هنا ثم سنة الانقطاع، ثم بعدها نضع العلامة إذا كنت درست في مؤسسة عمومية أو مؤسسة خاصة. بعدها نحدد أعلى مستوى تعليمي لديك، السنة السادسة ابتدائي أو السنة الأولى إعدادي أو السنة الثانية أو السنة الثالثة، يعني 7 ولا 8 ولا 9، أو إذا كنت في إحدى سنوات التعليم الثانوي التأهيلي، الجدع المشترك 5 6 أو السنة الأولى باكالوريا، ثم تحدد الشعبة، مثلا علوم الحياة والأرض، أو السنة الثانية باكالوريا يعني السنة الثالثة في الثانوي ثم الشعبة. إذا كنت حاصل على شهادة الباكالوريا تحدد الدورة، دورة يونيو 2019 كمثال، ثم الشعبة علوم فيزيائية مثالا، المعدل العام، ثم الميزة مقبول، حسن، مستحسن أم حسن جدا. إذا كنت درست بالتعليم العالي تحدد المستوى الذي وصلت إليه. إن لم يسبق لك وأن درست بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، فإنك تضع علامة لا. إن كنت قد اجتزت تكوينا مسبقا في إحدى معاهد التكوين المهني، فإنك تضع علامة نعم وتملأ هذه المعلومات على مستوى التكوين والشعبة المؤسسة، الشهادة المحصل عليها وسنة التخرج. هنا ننتقل إلى الحالة الصحية، إذا لم تكن لديك مشاكل مرتبطة بالنظر فإنك تضع لا. إذا لم تكن لديك مشاكل مرتبطة بالسمع لا كذلك. إذا كنت توظف يديك ورجليك بمرونة وسلاسة تضع نعم. إذا لم تكن لديك معلومات أخرى صحية تضع لا. إذا كنت مستفيدا من إحدى الأنظمة التغطية الصحية تضع نعم، ثم تحدد أي نظام تستفيد منه، أمو، راميد أو نظام آخر، مثلا CNSS. إذا كانت لديك مشاكل في النظر تضع نعم، مثلا ضعف البصر عن بعد. إذا كانت مشاكل في السمع تضع نعم، ثم تذكر نوع المشكل.
إذا لم تكن توظف يديك أو رجليك بمرونة تضع لا ثم الحالة أعرج مثلا. إذا كانت لديك معلومات أخرى ذات طبيعة صحية تضع نعم ضعف القلب مثلا. إذا لم تكن تستفيد من إحدى أنظمة التغذية الصحية تضع لا. وأخيرا فنملأ هنا اسم التلميذ هشام العمراوي وتؤكد بصحة المعلومة نضع هنا تاريخ اليوم ثم توقيع التلميذ.